غياب التهيئة الحضرية عمق من معاناة سكان حي 631 سكن بدائرة صدرات ولاية صوق هراس. الحفر والمسالك المهترئة ديكور يميز هذا التجمع السكاني، والوضع يصبح أكثر تعقيدا عند تهاطل الأمطار، أين يتحول الحي إلى برك مائية وحفر تصعب من حركة سير الراجلين وحتى السيارات. وهذا الحي من أكبر الأحياء قلنا في مدينة صدرتا، وراو عندنا مشاكل كبيرة في هذا الحي هذا. أولا تتمثل في الطريق، مش موجودة خلاص الطريق، والطريق ما كانش تهيئة خلاص. والله بنتي رانا نعانيو من الطريق. الطريق حي كامل 631 وكلها مهرشمة وكل مكسرة. مشاهد صادمة وصور حية للنفايات المنزلية المنتشرة في كل مكان، مما حول الحي إلى مرتع للكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السكان، ناهيك عن غياب الأمن الذي انجرت عنه عدة مشاكل. كثير من الأوقات نادينا باش على الأقل يحلونا هذه المشاكل اللي يعاني منها الحي، يعاني من كثرة السرقات، غياب الأمن. عندنا هنا عايشين معنا الكلاب، هنا كانت فايتة 200 كلب ولا 300 كلب اللي عايشة معنا، هنا خايفين على أولادنا احنا باش يروحوا يقراوا. بدورنا نقلنا هذا الانشغال إلى السلطات المحلية، والتي كان ردها كالآتي. بالنسبة للحي 631 مسكن راهو محطوط في ضمن الأولويات، لأن نعرفوا الوضعية تاعو جيدا، وبربي إن شاء الله راح نتكفلوا به في أقرب الأجال، لأنه حي مضرور نقولوا بالعامية، راه مهلهل. بالنسبة لحملة تأبة الكلاب الضالة هذه، راهو المشكل مطروح على مستوى الذخيرة. بربي إن شاء الله يعني في القريب العاجل، ممكن من هنا لآخر الشهر تكون هناك تسليم كمية من الذخيرة من طرف مصالح الولاية. فهل تفي السلطات المحلية بوعودها أم سيبقى الحال على حاله والمواطن وحده من يدفع الثمن في كل مرة؟